قبل ما نسيب دي بيسموها جنينة الصواريخ، قبل ما نسيبها ودي اللي قدامي دي السودة دي اللي أول الكبسولة اللي أول كبسولة اتعملت للفضاء واللي داخل جوه هيقعد فيها ده، دي بتاخد اتنين، دي أول كبسولة قعدت في الفضاء لمدة أسبوعين، والكبسولة البيضة اللي هناك دي اللي هي وصلتهم بعد كده للقمر وعرف يقعد مدة طويلة ويتحكموا وكده. هرجع تاني من الأول، الصاروخ اللي هناك خالص ده الرفيع ده أول واحد اللي هو اسمه دلتا، والاتنين اللي بعد منه دلتا ده اللي هو كان بس ايه يا دوبك يضربوه فوق في الهواء يطلع فوق ويسقط، بس كانوا عايزين يعرفوا يطلعوا قد ايه. الاتنين اللي بعد منه اللي هم جونو واحد واتنين دول اللي هم قدروا، مفيش فيهم بشر، دي صواريخ بتطلع بتحط أقمار صناعية للتلفزيون والتليفونات. والمرحلة التالتة الأخيرة اللي هي دي فيها واحد اهو وادي اتنين وادي تلاتة، دول هو دول الجيميناي اللي هما فيهم ده بياخد بشر لفوق، دي أول صاروخ ياخد بني آدمين يعني يتحط فيه بني آدمين. بص فوق خالص 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 البتاع السودا اللي فوق دي هي البتاع السودا اللي تحت دي، اللي فوق خالص دي السودا هي اللي تحت، والمظلات بتاعتها هتبقى ورا بس تخبيها في الحتة البيضة دي، وهي ساقطة وهي راجعة تاني فيها هيبقى فيها شوية وقود عشان يعرف يغير المدار ويسقط، وبعدين فيها مظلات تقوم منزلاه. ده الجيميناي الأول صاروخ يعرف يسوق ويلف ويدور ويعمل مناورات الهواء. ده احنا لسه ما دخلناش في الساترن، الساترن اللي هو ورا خالص ده اللي هو الساترن اللي هو وصلهم للقمر اللي هناك خالص خالص اللي فيه بتوع حمر في اللي ورا اللي هو ثلاث مراحل. قلت انا صورت امبارح اللي هو الساترن الاصلي الكبير قوي